السيد الوزير الإجابة على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتذر لأن السيد الوزير خارج المغرب. السؤال الذي طرحه الفريق المحترم سؤال جد هام. أولا ننطلق من الوضعية الحالية، المغرب من ناحية جلب الاستثمارات والمناخ الاستثمار يتقدم سنة بعد أخرى، كان واحد العدد ديال التطورات وهذه بشراكة مع الفاعلين. لخدينا المؤشر ديال مناخ الأعمال ديال البنك الدولي، كنا في زيادة من 120 نقطة هذه سنوات، دابا الآن الرتبة 168 على 190 دولة. تدفق الاستثمارات الأجنبية لخدينا الخمس سنوات الماضية تدفق طلع بحوالي 50%، 136 مليار. هذه إحصائيات مكسب الصرف، وهذا العام خمسة أشهر الأولى ارتفاع ديال 24%. خدينا المؤشر ديال مخطط تسريع التنمية الصناعية اللي المهنيين فاعل أساسي فيه. الآن مجموع الاتفاقيات اللي توقعات تعطينا أزيد من 173 ألف منصب شغل، وعدد الأهداف بدأت تتحقق في قطاعات حيوية. خدينا المؤشر ديال الإشكالية ديال العقار، المشروع ديال حظائر صناعية للكراء بدأت كتقدم 1000 هكتار اللي دابا الآن معدة. خدينا المؤشر ديال التمويل، كاين ثلاثة ديال الصناديق والصندوق الرابع ازداد هذه السنة في إطار قانون المالية، الصندوق ديال ضمان ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة 4000 مشروع، ومن الناحية المالية هذه 11 مليار درهم لأزيد من 16000 منصب شغل. خدينا الصندوق ديال المرتبط بدعم الاستثمار في إطار صندوق الضمان المركزي، غادي نلقاو أيضا عدد من المشاريع اللي تم الأخذ بها واللي الحصة ديال الدولة وصلت لأزيد من مليار ونص ديال الدرهم. خدينا الصندوق الثالث واللي انطلق وبدا كيحقق نتائج لأنه انطلق هذه سنوات، يمكن وكيتمثل في صناديق قطاع عام قطاع خاص موجهة للاستثمار اللي اعطانا شراكات واللي المبالغ المفرج عنها من طرف الدولة وصلت ل 194 مليون درهم. الآن عندنا صندوق رابع خاص بالمقاولات الناشئة الستارت اب اللي عاد ينطلق 500 مليون درهم هذا الصندوق. هذه إنجازات، ولكن واش هادشي راضيين عليه؟ واش كافي؟ لا، لأن الحاجيات أكبر. ولهذا القناعة اللي كاينة عند الاتحاد العام معنا نتقاسموها. خص عمل على مستوى العقار والولوج إليه، بدا هذا العمل خصو يتواصل. خص عمل على المستوى الجهوي، اللجنة الجهوية ديال مناخ الأعمال خصها تنطلق. خص عمل على مستوى الميثاق الجديد ديال الاستثمار، التحفيزات الضريبية وحل الإشكاليات المرتبطة بذلك. وخص عمل أيضا على مستوى الإشكاليات المرتبطة بالتكوين والربط ما بين المنظومة ديال التكوين سواء تكون مهني أو تكون جامعي في علاقتي مع الاستثمار. وشكرا. شكرا السيد الوزير.